الان تسمى فما شويه نجاح اللي كما قلناش برشا نجاح الحمد لله. تعدات الماتشات نتاعنا خاصه في كره القدم وفي الرياضات الجماعيه تعدات في ظروف الحمد لله. واحد الصوره اللي نحب نسوقها لتونس هو ان تونس قاعده تتصلح قاعده تمشي قاعده تتبنى قاعده الجمهور يرجع هذا اللي نحب ذوه. هذه الرغبه نتاعنا باش نعطيو صوره اخرى لتونس الصوره اللي الامن نتاعنا قادر على أن يسيطر على الملاعب الرياضية اللي الجماهير متاعنا رجعت للقاعات وللملاعب الرياضية باش نجموا نسوقوا لتونس غدوة على خاطر وقت اليوم إذا كان قصوا ما خليوا الجمهور ما يدخلش للواحد راهو عنده أمباكت خايب خايب كبير برشا على مستوى السياحي. اليوم إذا كان عجزنا على أن نسيطروا على مستوى الجمهور على مستوى الملاعب وعلى الواحد فإنه في السياحي يقول لك غدوة ماهوش قادر ماهوش قادر باش يسيطر في ذلك على الامن في وسط البلاد. وراهو يلزمنا نخمو في الموضوع هذا لانه حبينا ولا كرهنا سنا عندنا تحديات كبيره على المستوى الاقتصادي واعطاء صوره اخرى لتونس صوره باش تكون باش تكون في المجال الثقافي في المجال الرياضي نحاولوا باش نسوقوها لبرا على المستوى السياحي صوره تونس الامن صوره تونس الرياضي المتالق صوره تونس المثقف صورة الشاب التونسي الراب وغيره 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 اللي باش نلعبوا عليهم ان شاء الله باش نسوقوا خاصة للخارج الصورة نتاع تونس الاخرى مش صورة الكوبيرات كما عملناو خاطر جاونا ديزالمون جاونا واحد قالوا بعثنا لكم اولادنا يعوموا ما بين لي ساشي دونك فما صورة خايبة خاصة على المستوى السياحي لتونس والناس كل معاملة خاصة في المجال الرياضي والمجال الثقافي اننا نعطيك صورة اخرى لتونس. لذلك وجود الجمهور في الملاعب عنده أهمية كبيرة 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 برشا بالنسبة لنا احنا كحكومة وكوزارة الرياضة لأنه مش يعطي أمل حتى بالنسبة للتونسي راه حتى على المستوى الوطني على المستوى النفسي راه حبينا ولا كرهنا وجود جمهور يعطي أمل اللي الحمد لله تونس مسيطرة وقادرة باش تسيطر والأمن التونسي قادر باش يسيطر على الوضع على مستوى الملاعب راه يرتاح المواطن التونسي نفسيا فما بالك على المستوى الخارجي. هذه الصورة اللي باش نخدموا عليها وإن شاء الله نتعاونوا الناس الكل أن نعطيوها لتونس وهذا الدور باش يكون متكامل ما بيناتنا احنا كوزاره الرياضه كهياكل رياضيه وكامن كذلك بمختلف الاطارات نتاعها وحمايه وحرس وغيره ان شاء الله نتعاونوا على اعطاء الصوره الجديده لتونس صوره التسامح صوره التوافق السياسي نعطوا درس لازمنا احنا كذلك في المجال الرياضي نعطيو درس للعالم في قدرتنا على التعامل مع الوضعيات هذه ما بعد الثوره ان شاء الله. أرسل وزير التعارف تذكر الطبق القوانين بحذافيرها إذا كان زم حتى لا رد يسمع بي مازلناش من الطبق القوانين يلزم هذه ميساج يلزم يوصل للجامعة الكل في تطبيق القانون وموا باش ما نخليوش الناس تتجاوز وتعمل حوايج خارج على نطاق الواحد لأنه إذا كان ما نوقفوش الناس كل خاصة على مستوى الجامعات هذه نداء لرؤساء الجامعات الكل باش يطبقوا القانون على الناس الكل بطريقة حازمة وبطريقة قوية. ظهر لي يعني كنت في لجنة الأسناف وكنا قداش هاو بحذايا الواحد لا رد يسمع فيه عديناهم كل المكتب الجامعي وما ما تثبت خاصة الاعتداءات على الحكام الاعتداءات المادية على ليزوفيسيال والواحد لا يجب التهاون معها أبدا يجب تطبيق القانون بكل قوة خاصة في المجالات هذه على كل من يخل بالقواعد نتاع ممارسة اللعبة. هذا نداء للجامعات باش نتعاونوا الناس كل كذلك مع قوات الامن اللي قاعده تقوم بدور كبير وان شاء الله ربي يقدرنا وما باش نكملوا العام في دونك فما تعاون ان شاء الله بيناتنا.